إذا الحديث عن موضوع أسعد بشرفت كل من السيد كمال رزيق أستاذ الاقتصاد، أهلا بك سيدي. صباح الخير. والسيد حاج جعلالي رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة، أهلا بكم. شكرا بارك. وتشاركني في نقاش من القسم الاقتصادي ريما عباس، أهلا بك ريما. زهور لك وكل متابعينا الكرام وضيوفنا. شكرا. إذا بداية، يعني لم يمر تمر سنة 2019 يعني بردا وسلاما وهدوء على الجزائر، كانت هناك العديد من الأزمات السياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني. سيد كمال رزيق، لو تعطينا ربما حوصلة على مختلف الأحداث. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. أكيد يعني كانت في آثار سلبية لكن في آثار إيجابية، لأن هذه الأحداث هي اللي خلتنا يكون عندنا رئيس جديد، خلتنا نأمل بجزائر الجديدة. نعم. رغم ذلك هذه الأزمة السياسية اللي عاشتها الجزائر في 2019 كانت لها فاتورة كبيرة من الناحية الاقتصادية، وأصل الاقتصاد قبل هذه الأزمة كان يعاني مشاكل جمة ابتداء من 2014 منذ انهيار أسعار البترول، دخلنا في نفق أسود. مع الأسف الشديد الحكومات الماضية لم تستغل الفرصة من أجل بناء نموذج اقتصادي خروج من هذه الأزمة. كان الحديث على نموذج لكن في الأوراق وليس في الميدان، وبالتالي مجرد شعارات. وبالتالي عندما جاءت سنة 2019 بما تحمله من حراك، مما تحمله من مشكل سياسي، أزمة سياسية خانقة لمدة 10، أثر تأثير سلبي، وجدت الاقتصاد أصل مريض وزادت لهذا الاقتصاد مرض على مرض. لذلك لاحظ بأن يعني كل المؤشرات تدل بأن فقدنا عشرات الآلاف مناصب شغل، فيه تراجع تقريبا في جميع القطاعات، حتى في كثير من الاستثمارات شبه مجمدة، وكل ما يتعلق بخلق مناصب شغل جديدة وكل ما يتعلق بمشاريع كبرى مع الأسف الشديد لم نرى ذلك. لماذا؟ لأن كان الخوف، والدليل بأن رئيس الجمهورية سواء في خطابه الأول أو خطابه الثاني يتكلم على اليد الممدودة للمستثمرين بأمل يعني على الأقل إطلاق وتحريك هذا الاقتصاد. لذلك سنة 2019 من السنوات الاقتصادية السوداء التي إن شاء الله لن تتكرر بعد هذه السنة إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا الأزمة ألقت أيضا بظلالها على الجانب الفلاحي، يعني هل لك وتعطينا حوصلة سيد جلالي؟ شكرا. اولا نشكرك على الاستضافه والاستاذ الفاضل والاخت الفاضله. شوفي، احنا كنتكلموا على سنه 2019، يعني اليوم رانا في نتكلموا على يعني جزء من الحصيله نتاع هذه السنه اللي عقبناها. كما كانت تفضل الاستاذ، يعني كاين بعض الاحداث السياسيه اللي ربما الناس يشوفوها مش مليحه، ولكن هي اللي عادت بالخير. يعني التحرك تاع الشارع اللي كجا من 22 الى يومنا هذا، يعني والوثبة هذه اللي دارها الشعب الجزائري في الشارع وكانت سلمية، ويعني عطات مثال كل العالم بقى يشوف اللي النظرة اللي كانت على الشعب الجزائري كيفاش كانت وكيفاش ولات. كذلك يعني الاستثناء اللي باش نقولوها بكل موضوعية، الاستثناء اللي داروا الجيش الجزائري. لأنه احنا نبغوا ولا نكرهوا كجزائريين في هذه الدولة ننتمي إلى العالم الثالث، والعالم الثالث معروف بالطابع نتاعو بالانقلابات بقمع الديمقراطيات والجيش والجيوش تاع العالم الثالث، وعندنا امثله في دول عربيه وافريقيه وفي دول امريكا. اليوم الجيش الجزائري يعني اثبت للعالم مر يعني للي يحبنا واللي ما يحبناش انه جيش اصيل خارج من الشعب الجزائري، وهو عندما رفض الخروج لمواجهه الشعب الجزائري في الحراك نتاعو. هذا الزوج شروط أساسية، خروج للشعب الجزائري للتعبير عن الرفض نتاعو للعهدة اللي فاتت وطلب والمكونات نتاعها، وفي نفس الوقت الوقوف تاع الجيش الجزائري إلى جانب الشعب والمسيرة نتاعو. نتخيلوا مليح، هذه غير من بعد ندخل لك في يعني لب الموضوع. نتخيلوا مليح، ولازم الجزائريين لازم كاع نعرفوها، كيفاش كانت تصرع لو ما كانتش قيادة قوية. ونتاع المرحوم الله يرحمه برحمه الله اللي رانا في الاسبوع نتاع الموت نتاعو، اللي في الكلمات اللي راه يلقاها راه يقول باللي احنا جيش ولاد الشعب وخرجنا من الشعب ومستحيل نخرجوا نواجهوا الشعب. اذا نتخيلوا مليح لو كان الشعب خرج، الجيش خرج وجه الشعب في 22 وفي مواد مارس وفي افريل، كان اليوم لو كان ما راناش في هذا الحل اللي كان تكلم عليه الاستاذ الفاضل. واليوم رانا درنا رئاسيات، خرجنا من النفق، كنا عندنا مشكل رئاسه وكان عندنا مشكل شرعية، اليوم عندنا رئيس
منتخب بقوانين جديدة. حنايا نتأملوا للأحسن. نروح لك درك واش كان في القطاع الفلاحي في سنة 2019. القطاع الفلاحي في 2019 إلى تشفي سيادة الفضيلة، لأنه أنتم متابعين الأحداث الاقتصادية مليح، أنه القطاع اللي بقى محافظ الشعب برا في الحراك لانهيار نتاع الأسعار تاع البترول، القطاع الوحيد اللي الشعب الجزائري ما نغبنش وهو من الغذاء اليومي نتاعو. أنا نشفى مليح كي كنا في فيفري، كنا نحضر واني عقل المواد تاع شهر رمضان اللي فات، انه شهر رمضان اللي فات فات من احسن الشهور وتتذكروها مليح مليح، لانه يعني حتى الاسعار كانت متناوله للمستهلك الجزائري. نقول لك الاسعار يعني مقارنه بالسنوات الماضيه، السنوات الماضيه في شهر رمضان يعني الاسعار مرتفعه جدا بارك مع الازمه التي كانت. بارك الله فيك. يعني قلت لك باللي كان حراك، كانت تجاذبات سياسيه، كانت يعني السياسه يعني الذروه نتاعها، ولكن القطاع الفلاحي ابقى محافظ على، بالعكس زدنا في الوتيره تاع الانتاج اللي الشعب الجزائري ربما الرحمه اللي عطاها لنا رب العالمين، وهو الفلاحين بقاو في الانتاج وزاد الضعف وما خصنا حتى حاجه، وفوتنا رمضان في احسن الاحوال وفوتنا الصيف نتاعنا. ولكن هنا لازمنا نتكلموا حاجه، والكلام هذا سيداتي الاخت زهور عندما نتكلم لك عليه اليوم، اليوم ما نركبوش الموجه اليوم احنا، لانه اللي ما يكونش عنده تاريخ للوري ما ينجمش تكون عنده قاعدة ويتكلم بها اليوم. احنا ها بعض التصرفات اللي كانت تكلمت عليها في تلفزيون رسمي وعندكم هنا في النهار وفي بعض القنوات، قلت باللي كاين تحطيم ممنهج للاقتصاد الوطني وللمنتوج الوطني، وهذا كنا عند أصحاب تشينو ودائما نتكلم على الحوامض، كانوا الحوامض كانوا يوجدوها في ولاية البليدة أو جام البليدة، تيبازا، عين دفلة، اشلف، اخواننا في معسكر في المحمدية، اخواننا في عنبة في الشرق، في سكيكدا وفي بومردس. هذه الولايات اللي ذكرتهم الاقطاب الوطنية نتاع انتاج الحوامض. كنا كي نبداو نبيعوا في تشينا هذا الوقت، كانوا بعض الرجالة يقابلونا بالبابور نتاع اسبانيا، وكنت قلتها انا في مؤسسة في تلفزيون يعني المنتوج الوطني في تلفزيون رسمي وفي واحد الحصة اقتصادية في التلفزيون تاع الدولة، قلت هذا الناس ما بيهمش يوكلوا الشعب الجزائري الحوامض والتشينا، بيهم تحويل الأموال والعملة الصعبة إلى الخارج. اون 2015 هذه مليحة. نروح لك ثاني، اليوم المنتوج نتاعنا ما يدخل لناش في العقل نتاعنا. اليوم راني نتكلم لك، والبارح سيد وزير الفلاحة يجتمع بالإخوة تاع البطاطا. اليوم أنا ما يدخلش في مخي أنه الإنتاج اللي وصلنا ليه المنتوجات نتاع البذور، لأنه سيداتي الفاضلة يكذب عليك واحد في القطاع الفلاحي والاستاذ راه لهنا كاين يقول لك نتحكم في الانتاج اللي ماكش متحكم في البذور. طيب سيد جلالي، سنتحدث بالتفصيل عن القطاع الفلاحي وعن ابرز لا معلش غير نعطيك على عجاله على عجاله على عجاله انني نتكلم على الشيء اللي عشناه. نعم انه نعم دائما احنا عندنا البطاطا لا كلاس ا، هذه لا كلاس ا لا كاتيجوري ا ننتجوها في الجزائر. طيب باي حق باي حق الناس تجيبها لي من الخارج؟ ولكن الشيء اللي بقينا فيه اليوم انه القطاع الفلاحي القفزه اللي قفزها المرافقين نتوعنا ما مشاوش معنا لا صناعه تحويليه ولا تجاره ولا وزاره على هاد النقاط ولا وزاره الخارجيه اللي عندنا سفاره قاعدين انا نقولها ونعاودها يغيرني تاع عندي اسبوع كانت عندي السفيره نتاع هولندا المستشاره الاقتصاديه نتاعها تجري في الولايات امام وقع المستشار الاقتصادي نتاع الجزائر للترويج للمنتوجات الجزائريه وحنا عندنا فائض حتى ندخل في صلب الموضوع. والفلاحين هما اللي راهم يتخسر اليوم، اصحاب البطاطا واصحاب التشينا واصحاب الزيتون واصحاب الدجاج راهم يتكبدوا خسائر. سأتحدث عن هذه النقاط بالتفصيل. شكرا. في الشأن الفلاحي وفي الملف الفلاحي لك كلمة سيد كمال الزيك. بداية من معدل التضخم الذي عرفته هذه السنة إلى فاتورة التجارة الخارجية، مرورا بالميزان التجاري والعديد من النقاط السلبية، لا نستطيع أن نتحدث عن الاقتصاد دون الأرقام. إذن أرقام 2019 كانت سيئة جدا، ما هي رهانات الرئيس الجديد عبد المجيد تبون وكيف له أن يتجاوز كل هذه المؤشرات الاقتصادية التي لمست الخط الأحمر؟ وشوفي قبل ما أجيبك يعني نطمن الأستاذ بأن الجزائر الجديدة اللي تكلم عليها واللي جات بفضل الرجال وبفضل التضحيات أكيد ستلغي كل هذه التعاملات السلبية شعر. أكيد كانت مع أسف شديد العصابة السابقة تستعمل عملية الاستيراد ليس لإشباع حاجات المجتمع بل للتحويل فقط، لأن لو رجعنا لتعهدات السيد الرئيس فيه مواد صريحة وتكلم عليها لن يتم استيراد ولا منتوج منه صاعدا إذا
فيه اكتفاء ذاتي للمنتوج المحلي، وإذا كان فيه استيراد يكون فقط في الكميات اللي تحتاجها الاقتصاد، نحتاجها فقط. هذا كانت وعوده وستجسد أيضا من وعوده، هو ربط ثلاث قطاعات حساسة ستمشي مع بعض، وهذا استشفيناه من برنامجه حتى من خطاباته، هو قطاع الفلاحة وقطاع التجارة وقطاع الصناعة. هذو محكوم عليهم يمشوا مع بعض، لأن ما هو مطلوب من الفلاح هو الإنتاج. يعني يقولوا له أنت أنتج والباقي علينا، يعني هكذا الحكومة تقول أنت أنتج والباقي على الدولة. يعني كل الأحسن إن شاء الله. كل ما يتعلق بالفائض ستتولى الحكومة بمختلف أجهزتها لذلك، من تحريك السفارة، من تحريك قطاع التجارة، من تحريك قطاع الصناعة. شوفي الأخت الكريمة، الأرقام رغم سوداويتها لكن في كثير من الأحيان هي أرقام مغلوطة مع الأسف الشديد. لأن لو الآن تلاحظي، لأن حتى المترشحين الخمسة وجدوا صعوبة في إعداد برنامجهم الاقتصادي لغياب المعلومة، حتى وإن وجدت فهي معلومة متضاربة. عندما تقولي لي التضخم وصل 2%، نقول لك بالله عليك يعني انزلي للسوق وشوفي اسكو التضخم وصل 2%. عندما تقولي نسبة البطالة في آخر مؤشر يقول نزلت، وإحنا بالمقابل عندنا عشرات الآلاف مناصب شغل فقدناهم في 2019، بالمقابل أن ما فيش مصانع وما فيش شوفي وهذا ما استشفيناه من برنامج السيد الرئيس، أنه سيعطي أهمية قصوى لقضية الأرقام والاستشراف والإحصائيات. حتى سمعوا وتكلم في فتح لمعرض المنتوج الجزائري على ما يسمى بوزارة الاقتصاد الرقمي. لماذا؟ لأن عندما كل لك الأخت الكريمة أرقام حقيقية تعبر عن الواقع، تسمح لك كمسؤول، تسمح لك كباحث، تسمح لك كفلاح بعملية التخطيط. الأرقام اللي تكلمت عليها كلها سوداوية. واحد يكون صريح، 2019 باستثناء وما أشار الأستاذ قطاع الفلاحة اللي حقق أرقام، مثلا لأول مرة اكتفينا بالقمح الصلب، اكتفينا بالشعير مانيش نستورد، لأول مرة نزلنا فاتورة القمح اللين ب 1.1 مليار دولار. وهذا أنا قلتها في وقتها، شكون مشكورين؟ مشكورين هما كل هذه الشعبة بما فيهم من الوزير إلى الفلاح البسيط، لأن اكتفينا في كثير من المنتوجات. يعني حتى كان فيها فائض، الآن عندنا مشكل البطاطا، منذ فترة كان عندنا مشكل الثوم، من قبل كان عندنا مشكل كذا. لذلك في القطاع الوحيد يبقى يشتغل هذا. أما القطاعات الأخرى الأخت الكريمة تتأثر، لأن الاستثمار جبان وهذا شيء مفروغ منه. عندما تشوفي رجال المال خايفين، لأن لابد أن نقرأ قراءة متأنية ذات دلالات لخطاب رئيس الجمهورية. عندما رئيس الجمهورية في خطابه يوم أداء اليمين الدستوري يتكلم عن المستثمرين يقولهم ها هي ذي، يعني وش حب يقول الأخت؟ هو يعرف جيدا، لأن قلنا رئيسنا عنده خلفية اقتصادية، عنده تجربة، يعرف جيدا بأن ما ينتظره المستثمر هو عمل الثقة. قبل ما نتكلموا عن المشاريع والتحفيزات وغذا لازم تعطينه وش احنا نقوله هذه الثقة. عندما رئيس الجمهورية يقول هي يدي، يعني هذه الثقة هي اللي تحرك، لأن كل الأرقام اللي مشار إليها رغم مشكوك فيها لكن تبقى أرقام سوداوية. يعني كل القطاعات الآن حتى تأثرت، حتى قانونية في مجال الاستثمار هي التي يعني تستبعد عن المستثمرين، يعني يشوفون منظومة غير مستقرة يرفضوا الاستثمار. قانون الاستثمار، إجراءات، البيروقراطية، الفساد. شوفي فيه مغالطة نقول الحراك هو تسبب في الأرقام السوداء، لا، ليس الحراك بل العصابة. الحراك هو أنقذ البلاد من هذه العصابة. وبالتالي في الأخت الكريمة هذه الأرقام عرها كشفها. عندما نقوله باللي الآن وضع الأرقام، هذه الأرقام السوداوية، هذه الأرقام اللي خلت سنة 2019 باستثناء قطاع أو اثنين، هي من السنوات التي لابد أن ننساها وننطلق في 2020. لأن الآن جزائر جديدة، رجال جدد، منهجية جديدة، شعب متحضر، شعب سلمي. أعتقد مش الإمكانيات اللي تخص، الإمكانيات موجودة. يعني قطاع الفلاحة من حد الآن استغلاله، ورانا ما لحقناش من بالربع. طيب، قطاع المناجم وغير ذلك. طيب، بالحديث كذلك عن قانون المالية 2020، هل ترى أنه التعليمات وكذلك المواد من الرسوم والضرائب التي جاءت في قانون المالية 2020 سيحد أو سيساعد على الحد من الأزمة الاقتصادية؟ لا والله، شوف نقول لك، قانون المالية 2020 درته الحكومة السابقة كعملية ترقية
وكعملية يعني ربما ستكون هناك تعديلات. لا إجباري، الحكومة القادمة ستضطر إلى إعداد أولا قانون المالية التكميلي، لأن ما تنساش رئيس الجمهورية وعد الشعب بتخفيض ليرجي وغير ذلك، ولابد أن تتخذ إجراءات يعني لما يراها السيد رئيس الدولة وما يراها السيد الوزير الأول وما تراها الحكومة. لذلك فاعتقد بان هما داروا واش قدروا ويعطيهم الصحه. لازم تكون عندنا ثقافه الدوله، ما تكونش عندنا ثقافه الشارع، ثقافه الدوله. نشكر الناس يعني داروا واش قدروا، ربي يجازيهم. خاصه الان وضع حرج. لا شوف بنكون صراحه، هاي مشكلتنا الجزائر، لازم ما نكونوش الامه اللي تجي تسب الامه اللي قبلها. لازم تكون عندنا ثقافه الدوله. هما خدموا في ظروف سيئه وفي استثنائيه، وكانت حكومه صرف اعمال وجدت نفسها بين عشرين ضحى، حكومه واقع، فهي مشكورة، أحسنت، أخطأت، هذا واش قدرت. تجي الحكومة الأخرى لا يجي تحاول تلقى، يعني إذا تغيرت الحكومة لا يجي بحكومة أخرى، لازم نحو ثقافة اللي تجي تسب الآخر. هذه ثقافة الدولة، واش كل واحد واش يقدر يدير. عندما تصفى النية، عندما الناس تكون مخلصين، أعتقد هما قدر واش يديروا. الحكومة لا يجي تشوف قانون المالية إيجابياته وسلبياته وتحاول ترقع، لأن الناس لازم تكون في الصورة. يعني هذه الحكومة لا يجي ما عندهاش عصا سيدنا موسى ولا عندها خاتم سليمان بين عشية وضحى تلقى الحلول. كما نتعاونوش كلنا يعني من الصغير للكبير في 44 مليون نتعاونوا مع الحكومة ما نلقاوش حلول. نعطيك مثال على سبيل المثال، إذا الحكومة تدير مجهود كبير باش تزيد في الإنتاج وكذا، وإحنا في الخبز نبذلوا 10 ملايين تيبانة في النهار. بالعكس كنا نحو هذا التبذير، كنا نحو هذا التبذير، صدقيني ما زيدوش نستوردوا ولا حبة قمح من الخارج. واش عندنا يكفينا؟ لذلك لازم المواطن يكون جزء مساهم، لازم المواطن يساهم يحط يده، لأن الآن العصابة راحت والحمد لله، عندنا رئيس شرعي احنا انتخبناه، عندنا حكومة شرعية. أو الآن بينت أو رئيس حكومة من كفاءات الجزائر أكاديمي. يعني مشهود له في مجاله، يعني إن شاء الله الحكومة تكون بنفس الشيء، وهذه الحكومة ستغير إن شاء الله كثير من الأشياء، يعني من الولايات من رأس الدائرة وغير ذلك. إذن الشعب الآن ما عندوش الحجة، الآن عصابة راحت، عصابة في السجن واللي مازال ستذهب إلى السجن. لازم الآن نوضعوا يدنا في يدنا. عندما نشوف مثلا الآن في منتج البطاطا يعني بكثرة، أنا نشكر وزير الفلاحة اللي اتخذ الإجراءات، لازم إجراءات استعجالية، لأن احنا في الجزائر واش عندنا؟ مشكل نقص في أسواق، وعندنا مشكل نقص في غرف التبريد، وعندنا مشكل عدم ربط الآخر. هذه غدوة إن شاء الله الحكومة، لأن شفناها في برنامج رئيس الجمهورية، عندما يجسدها مصنع مش حيديروا في نهار، بس راح ياخذ على الاقل سنتين سنوات. لذلك فاعتقد فالامور تكون بهذه الجديه باش تكون في نتائج ان شاء الله. طيب يعني بالحديث على القطاع الفلاحي سيد جلالي، يعني حتى لما نتحدث على برنامج رئيس الجمهوريه يعني اعطى اهميه للجانب الفلاحي، وشفنا يعني حتى الحكومات المتعاقبه كانت دائما تقول انه يجب الجزائر تخرج من النظام الريعي تتوجه الى القطاعات الاخرى ابرزها قطاع الفلاحه، لكن قطاع الفلاحه يعاني الكثير من المعيقات. شوفي اولا بارك الله فيك في هذا السؤال بالذات. شوفي كاين زميلة عندكم في قناة قرآن الكريم، عندنا تصريح نتاعنا رانا دايرينو حوالي 8 شهور. طيب أنا المطالب تاعي راني في كل المحطات التلفزيونية اللي حطيت فيها في نقاشات اقتصادية، كنت نطالب حماية المنتوج الوطني، وعلى الخصوص كي نكونوا اون بلان دو ريكولت، يعني كي نكونوا في حملة الجني تاع أي منتوج، نطلبوا من الحكومة ذاك الوقت كنت نقولها باش تحمينا في ذاك الوقت على الأقل ما تجيبليش نفس المنتوج من الخارج. ولكن الشهاده لله وتنجموا تلجؤوا للاخت نتاع التلفزيون العمومي نتاع قناه القران، تكلمتها الوزير الوحيد اللي كي جا للتجاره سي تبون كي قبض التجاره بارنتيريم، والقرار تاعو راه مدون في الجريده الرسميه انه منع وراح للفلاحين للمطلب نتاعنا اللي كنا نتكلموا دائما على الحوامض والبطاطا نتاع هذه وبعض المنتوجات اللي كي نبدا تكون عندنا اون برودكسيون في انتاج، كاين بعض الاخوه كانوا يجيبوها لنا من الخارج. احنا قلنا هذيك المرحله انه هذو ما مش في عينهم، واش كان يقول الاستاذ يوكلوا الشعب الجزائري، هذو كانوا يديروا تحويل عمله صعبه، وفي نفس الوقت نزيف العمله الصعبه من الجزائر، في نفس الوقت القضاء على المنتوج الوطني. كي نقضي على المنتوج الوطني عندي الفلاح راه يخدم للالاف تاع الجزائريين. اذن السيد هذا اللي اليوم راه رئيس جمهوريه نتمنوا له النجاح، كي كان وزير التجاره بالنيابه دار قرار جريء وتستحسنه الفلاحين هذاك الوقت، وقال باللي يمنع، ولا تشفوا انتم راكم صحفيين اكيد، قالها على مواد البناء وطبقها على الفلاحه. وزدت قلتها لواحد الوزير انا لا داعي لانه الشماته مش مليحه، واحد الوزير انا يا ضرني على كل حال،
نتيجة المواقف نتاعي على الاستيراد نتاع البطاطا الأ، وقلت لهذاك الوقت تركزت على المناقولة تاع السي تبون الله يذكره بالخير. السي تبون كي كان وزير البناء بعض لي زامبورطاتور كانوا يجيبوا لنا مواد البناء من الخارج وهي تنتج في الجزائر. نعم. كان قال الكلمة الآن مشهورة نتاعو، اللي يجيب لنا منتوج من الخارج وينتج في الجزائر تعتبر جريمة اقتصادية. نعم. إذن أنا نفس الكلام رحت حطيته في الـ في الـ في الـ في يعني في القاعدة، وقلت لهم هذا وزير في الحكومة راه يقول باللي عندنا منتوج ونجيبوه من الخارج تعتبر جريمة اقتصادية. إذن اليوم أنا نعطي لأختي حاجة، أولا نتفائلوا بالسياسة التحول اللي وقع في الجزائر. اثنين أنا واش كان يقول الأستاذ، نعطيكم غير على عجلة باش نوري الرأي العام يعرف. اليوم البطاطا راه في إنتاج فائض. المنتوج نتاع البذور اللي هي عصبة الإنتاج، أي إنتاج سي مربح الله يرحمه برحمة الله كان وزير فلاحة في ظهره داير كتاب اسمه حرب البذور، واللي ما يتحكمش في البذور ما يتحكمش صح في الاستهلاك. ما كاينش أمر غذائي بدون بدون بذور. تحكم في البذور. اليوم احنا وتكلمها الأخ وكانت شاركت لها السيدة الفاضلة انه اليوم المعلومه اللي كانت عندنا بما يسمى كنت تكلمتيها سيدتي سيلي ستاتستيك الاحصائيات كانت مغلوطه سواء في الانتاج سواء في التصدير سواء في الاستيراد. اليوم هذا الوزاره الرقميه اللي رايحه تضبط الاقتصاد الوطني على الاقل يصبح كل انسان يحط واش عنده. نعطي لك اليوم البطاطا ما نجيبوها من الخارج، عندنا فائض واليوم لابد من الصناعه التحويليه تلعب دورها. عندنا الطماطم الصناعيه، عندنا البصل، عندنا الثوم، عندنا الحوامض. اليوم اللي نقولها لك الوقت اللي نتكلم معك مشكل عند المنتجين تاع الحوامض لانه مساحات كبرى والفلاحين اعتمدوا التقنيه الجديده تاع الصبليون وهو لونتونسيف يعني الزراعه المكثفه للاشجار. القطار باش نوضحوها للناس، القطار اللي كان يديروا فيه 360 شجره راهم يديروا فيه 860 شجره. اذا هذا الانتاج الفائض، هذا الانتاج اللي اليوم السوق الاستهلاكيه صبحت ما تستوعبوش، وعندنا الثوم، عندنا البصل، عندنا زيت الزيتون، عندنا العسل، عندنا عدة منتوجات. طيب سيد جلال، إلى متى يبقى خليني أنا رايح لك ليها برحمة الشيخ. طيب أوكي تفضل. اليوم هذا المنتوج اللي واحد السنوات الماضية كانت الحكومات نهار اللي يجي سيدنا رمضان تجتمع باش دير الاستير، اليوم إنتاج فائض. الضحية رموم الفلاحين، اليوم الجاج راه يدير 12000 للكيلو عند المربي. اليوم لابد أنا نقولها ونعاودها، الاستثمار في الصناعة التحويلية ما كانش قادر الإنتاج تاع القطاع الفلاحي. اليوم الصناعة التحويلية مستعدين احنا رانا نوجدوا المادة الأولية درك لابيري ولا الطماطم الصناعية الزيو. اليوم الأشجار المثمرة الخوخ والمشمش وكاع راهي تخسر للفلاحين في الشجرة، بصح لو كان كاين صناعة تحويلية في نفس الوقت. طيب في هذه في نفس الوقت صناعة في نفس الوقت تبقى الجزائر إلى متى نبقى ليس لدينا صناعات تحويلية؟ كالبطاطا هناك فائض، يجب أن يكون هناك مصانع مثلا للشيبس. راني رايح لك ليها يا أستاذة. اليوم انا ونتكلم واش كان يقول الاخ، حسب البرنامج تاع السيد رئيس الجمهوريه لابد من تفعيل ثلاث قطاعات، لانه القطاع الفلاحي داير اللي عليه، واش هو الصناعه التحويليه لابد من توسيعها. عندنا صناعه تحويليه، ما عندناش لي ميم كاباسيتي داكاي، ماهوش الانتاج اللي يخرج تاع الطماطم ما عندناش المصانع اللي يجبدوه. عندنا اليوم العصائر، هذا خليني نقولها لك لانه الفكره خاصة البرتقال لما ترى ما فيه مش غير البرتقال، العنب والمشمش والخوخ، كيفاش احنا يخسرنا في الشجر ومن بعد عندنا خوتنا يروح يجيب لي الاكسترا هذاك العصير يجيبوا لي من اوروبا. يعني مفارقات غير موجوده. شنو حبيت نقول لك انا، العهد اللي فات رغم كثره الاموال ما درنا، راحوا الناس مصانع تحويليه غائبه. انا نقول لك راني وليد القطاع الفلاحي، الناس راحت للحليب وراحت للتحويل نتاع الحبوب، راحوا لزوج دوكرينو. ولكن اليوم حبيت نقول لك حاجه، وشار ليها سيد الفاضل سيد وزير الفلاحه عنده 3 اشهر دار ندوه ورشه فيما يخص تحويل الانتاج. كل دول العالم تنتج للاستهلاك تاع الشعب تاعها. كيفاش حنايا اليوم عندنا 80% 80% لا كونسوماسيون تاع لا بولونجري الجيريان، المنتوج الجزائري اللي ياكلوا الجزائريين هو البريطاندر يعني القمح اللين، ولكن انايا في السوق عندي في الانتاج عندي 80 90% القمح الصلب. لانه الناس، وهذا الكلام كنت قلته اون 2014 في زياره رئاسيه وكنت قلتها لواحد المسؤول، قلت له عيب علينا، لابد باش نحولوا الانتاج نتاعنا من القمح الصلب للقمح اللين. لانه لا بولونجري الجيريان الخبز الجزائري راهو 80% يتكل، ولكن هذوك الاخوه خلوا هذاك الوقت اكسبري
اليوم عندما نشوف الفاتورة تاع الاستيراد نتاع الحبوب سي لو بريطاندر القمح اللين الور كل الجزائر تجيب القمح اليوم ما هو الحل في هذا الحل نتاعنا وهو شوفي انا راح لك للحل في اطار السياسه وفي اطار البرنامج اللي داروا السيد رئيس الجديد اولا لا بد من فصل القطاع الفلاحي على الناس اللي كانت تلعب به بالسياسه ناس كانوا يديروا السياسه بالقطاع الفلاحي ومخليين الاستيراد ومخليين حتى اوروبا وبعض الدول العظمى داروا لنا سوق استهلاكيه ما ناش سوق استثمار هذا الكلام اللي نقول فيه ستامبي في كوستا تاع تسير تاعهم في السنوات الماضيه وفي السنين الماضيه اذا اليوم اعتماد سياسه اقتصاديه محضه عندي منتوج فلاحي اللي قادر نكفي السوق نتاعي وفي نفس الوقت نضمن الماده الاوليه اليوم نولي واش كان يقول ولما لا توجه الى التصدير اسمحي لي اسمحني جاك التصدير اليوم لا اليوم ملزم على الحكومه تفعيل انا قلتها لك انا تغيرني السفير نتاع بولونيا ولا نتاع هولندا نهار اللي تزور في عده ولايات وتجي تعرض في المنتوجات تاع بلادها حنايا السفراء انت وانا ماشي كاع حاشمي عاد الله بعض السفراء كانوا يروحوا يديروهم كيبو يعطوهم يروحوا عطله يروح يدرك اثنين يدي في الدوفيس تاع الشعب الجزائري الثلاثه عنده لو 5 جويي اي لو 1 نوفمبر يدير فيه الطعام ولا يدير فيه القاطو لا يا اختي اليوم السفراء نتاعنا ملزمين باش يروجوا للمنتوج الجزائري اللي موجود انا اليوم كنت جاي لكم هنا وعندي اخ جزائري تحركت الان على كل حال الذهنيه تبدلت كاين جزائري عايش في قطر يحوس يدي التمر والعسل وزيت الزيتون والطعام نتاع الجزائر القطر اذا هذه المبادرات اللي كل الناس تحبها ونروح لك العمليه اخطر من هذه في قوانين التشريع اللي كنا نديروه سيدتي احنا في القطاع الفلاحي ضاحيه التشريع عندنا فايت 20 سنه ما عندناش ثلاثه نواب ولا اربعه في البرلمان لانه النواب اللي كانوا يفوتوا بالرشوه الفلاحين ما مش قادرين يمدوا الرشوه وما مش قادرين يديروا الشيء اللي موش مليح وعلى هذا الاساس كاين منظومه ترسانه تاع بعض القوانين ما زالت تخضع الى الانظمه الممركزه يعني تصير الحاج لاني سنتحدث جلالي عفوا سنتحدث كذلك عن الملف الفلاحي لأنه هو قطاع واسع جدا لكن بالعودة إلى القطاع المالي كانت التصريحات الرسمية تتحدث عن التخلي عن التمويل الغير التقليدي بداية من 2022 كيف سيتم تغطية العجز الخزينة العمومية المتوقع أن يتجاوز السنة القادمة ربما 2430 مليار دولار سيد كمال الزيك شوفي الأخت الكريمة قضية التخلي هذه بين قوسين هذا أمر سياسي لأن الرخص التي منحت الحكومة السابقة تنتهي بعد 2018-19-20-21 حتى نهاية 22 الحكومة الماضية قررت سياسيا عدم اللجوء إلى هذا المنوال لكن الآن نترك الحكومة اللي جاية ترى لأن لابد إعادة تقييم قدراتنا المالية لأن مع الجماعة اللي كانت من قبل كي لاحظتي في ملف واحد تاع فساد كم مبلغ تم تبذيره لذلك زيد على ذلك نسبة التحصيل الضريبي ضعيفة أنا أقول لك لو نوصل إلى نسبة التحصيل الضريبي 40% إلى 50% نقول لك ما عندناش عجز ميزاني لأن متى نروحوا اللجوء إلى الطبع النقود كي يكون في عجز موازني احنا نأمل إن شاء الله هذه السياسة الجديدة يعني الحكومة الجديدة بطاقم وزاري جديد بوزارات عندها علاقة بالأرقام وغير ذلك الأمور تضبط بشكل جيد هذا واحد ويتم تعبئة جميع الموارد اثنين يتم تحصيل جميع الضرائب ثلاثة لماذا الحديث على مسبقا على طبع النقود إذا الآن رفعنا نسبة تحصيل الضرائب وعودنا رجعنا الضرائب ثاني ما يحتاجوش نطبع النقود لاش نطبعوا بالعكس عملية طبع النقود هي عملية ذات مخاطر لازم المواطن يعرف باللي هذه تقنيات تستعمل في جميع دول العالم لكن محددة مثقفة من ناحية المبلغ وفي سنة سنتين مش كما توعنا داروا الآخر لذلك فلازم يعرف المواطن خلوا الحكومة أول حاجة دي الحكومة أنها تقيم مواردها تقيم برامجها يعني ماكش عندنا من حساب عندنا تقريبا اكثر من حساب خاص يعني هذه الحسابات الخاصه واش راه يدير عندما يتم اعاده تقييمها ورؤيتها وعندما يفعل بشكل ايجابي التحصيل الضريبي اعتقد بان الحكومه لن تلجا ولا اليوم ولا قط الحكومه الجديده ما هي توقعاتك من هذه الحكومه الجديده التي ستكون ربما
فيها العديد من الرهانات. يعني السياسة الجبائية التي يمكن اعتمادها. والله شوفي هذه الحكومة الجديدة عندها ملفات كثيرة، يعني ملفات يعني كما احنا نقولوا ستورث أرض محروقة إن صح التعبير، يعني تعود كلش يعني من الدستور ومن بعد يجي كل القوانين بما فيهم الاقتصاد، الاقتصاد والفلاحة تصير قوانين. أعتقد بأن إذا شفنا التزامات السيد رئيس الجمهورية لأول مرة عندنا رئيس عنده خلفية اقتصادية، يعني عندما دار برنامجه عارف واش كاين، عندما الحكومة نطولها شوية وقت أنها تقيم كل وزير يقيم قطاعه ما هي إيجابياته ما هي سلبياته، أعتقد بأن الخير القادم سيكون كبير. لماذا؟ لأن على الأقل حكومة ما يكونش فيها سراقين، على الأقل حكومة ما تكونش باش تبذر، على الأقل حكومة إذا طبقت برنامج السيد الرئيس أنها تعطي الأهمية للمنتوج المحلي قبل الاستيراد، حكومة تحارب تضخيم الفواتير، حكومة تستغل. ما يخفاش عليك الأخت الآن اللي راح يستوزر ولا راح يولي مسؤول دائما يدير في باله محاكمة المسؤولين السابقين، يعني ستكون عبرة للمسؤولين يعني مهبول اللي ما يديرش التصويرة تاع رئيس الحكومة والوزراء اللي في السجن. وبالتالي عندما تكون عندك طاقم عارف مصيره إذا أخطأ، طاقم يعرف لي شعبه الآن عندما خرج في حراك وسلمين لن يقبل أن يهان مرة أخرى، أعتقد بأن سنجد ناس مهما كانت كفاءاتهم مهما كانوا هذ الأشخاص رح نجد ناس يعني جايين باش يخدموا ناس. يعني بعد 5 سنوات عندما ينتهي برنامج الرئيس للعهدة الأولى رح يتم تقييمهم ناس رح يتعاملوا مع برلمان، مش هذا لأن رئيس الجمهورية قال بلي فيما بعد يتم إعادة النظر في البرلمان والانتخابات. أعتقد بأن الأخت الكريمة توقعت تقول باللي إذا خليناهم يخدموا إذا رفقناهم إذا ساعدناهم الثمار، هو يعرف الأستاذ رفي الفلاحة ثمار ما تأتيش أنيا، كان يجي ثم هذيك المبكرة وكان يجي في الوسط وكان متأخرة. أعتقد سيزون لو تربي لو كورتا أعطيك صح. أعتقد الأخت الكريمة الآن المؤشر إذا شفنا وش كان يتكلم الأستاذ كله موجود في برنامج رئيس الجمهورية في تعهداته، هو تكلم على القضاء السكادي والأسكادي إلا إذا رفعت نسبة الإدماج، تكلم على ربط الفلاحة بالصناعة والتجارة، هو تكلم على هذا الثالوث لأنه ما يقدرش يخدم قطاع الفلاحة وحده ما يقدر وبدون تجارة وبدون صناعة. هذو الثلاثة كما احنا نقولوا بالدرجة دبر راسهم لأن يعيشوا كيف كيف، ينجحوا كيف كيف، يفشلوا كيف طيب كيف. بالحديثك عن الأسكادي والأسكادي، نتحدث عن قطاع تركيب السيارات في الجزائر، ربما ما هو مستقبل تركيب السيارات في الجزائر خاصة مع الأحداث التي سبقت وهناك مشاكل عديدة يعاني منها بعض المصانع، ربما لبداية كل مشروع من هذه المصانع لم تكن بنية على قاعدة، يعني لم تبدأ أي مصنع لم يبدأ ببنية قاعدية جيدة، ما هو مستقبل تركيب السيارات في الجزائر؟ عندما نتكلم على السكادي والأسكادي ما هوش فقط في قطاع الصناعة، قطاع الهواتف للإلكترونيات وغير ذلك، ورئيس الجمهورية في برنامجه قال سأربط هذا السكادي والأسكادي بنسبة الإدماج، ماهوش غير الصناعة كلهم لازم يرفعوا نسبة الإدماج. أكيد راح تكون فيه خطة، راح يكون فيه برنامج، راح يكون فيه اتفاق. فيما يتعلق بتركيب السيارات لا أعتقد بأن رئيس الجمهورية جاء باش يغلق المصانع إطلاقا، هو صريح واش قال؟ قال هذيك تركيب السيارات إعادة تأهيل ربما لا لي هو في الأصل هو استيراد نستوردوها خير ما نركبوها، لأن بالاستيراد راح نربحوا ضرائب ورسوم وغير ذلك. أعتقد بأن شوفي حتى إذا شفنا المحاكمة اللي تاع تركيب السيارات ليست كل العلامات اللي كانت تشارع، في علامات لا نذكر اسمها بما فيها تاع الجيش، يعني حتى في علامات سيفيل لا نذكر اسمها يعني حققت أهداف مقبولة، يعني نسبة إدماج معقولة مقبولة. في بعض العلامات هذوك اللي شفنا الفضائح تاعهم في المحاكمة هذوك داروا هي سياسة سرقة إن صح التعبير لكن مقننة، يعني حتى في صالون المنتوج المحلي كانت صناعة عسكرية يعني ما شاء الله تثمينها. لا حتى في مصانع لا أذكر اسمها مش ما نديرولهاش ببليسيتي اللي ما شفتوهمش في المحكمة عرفوا بلي علامات الدولة راضية عليها بنسبة إدماج معقولة. هذوك اللي شفناهم في المحكمة شوفي الأخت الكريمة أعتقد لا أنا ولا واحد حتى رئيس الجمهورية لا أعتقد أن جاب باش يغلق المصانع،
خاصة سيعاد عدد عمال في بطالة. لا أعتقد أني قلت لك رئيس الجمهورية تكلم معنا في خطابه الأول ثاني كأب مع أولاده كأخ لأخوه وتكلم بخطاب توافقي وغير ذلك يعني كل يعني كل البابات يهضر مع أولاده. لا أعتقد أنه جاي لأخوه لكن من واجبه أن يدافع عن مصر. شوفي الأخت الكريمة ننتظر الحكم القضائي إذا القضاء صادر هذه العلامات ستصبح العلاقة بين الدولة وهذه العلامات. إحنا ما نشبح قابلين لا للعلامة هذه العلامات يروحوا للجزائر جاوا باش ما يروحوش لكن بإطار دفتر شروط جديد دفتر شروط يقوم على أساس ما يسمى بنسبة إدماج مرتفعة. الآن نيقوسيو مباشرة بين الحكومة وهذه العلامات أرواحوا نقعدوا ما هي نسبة الإدماج باش ننتقل من نفخ السيارات إلى تركيب السيارات بمعنى الكلمة. أعتقد بأن هذه المنهجية اللي تتولاها وزارة الصناعة تولاها الحكومة في المستقبل باش تقولي باللي نقبل الوضع يبقى كما راه. لا أعتقد أن لا الحكومة ولا الشعب يبقى على ذلك باش نقضوا على هذه العلامات. لا أعتقد يعني سيعاد لأن إذا شلتي بند من بنود التزام رئيس الجمهورية وش قال فيه؟ قال سيعاد النظر في السيكادي والأسكادي الذي يؤدي إلى رفع نسبة الإدماج. ورئيس الجمهورية قال لك تحت 50 ما تهضروليش. أنظني قوسي مباشرة مع هذه العلامات بما أن الكاروت نفسي كونتيا راح هذه العلامات هما في الأصل تراب تاع الدولة لي زونغار تاع الدولة القروض تاع الدولة كلش تاع الشعب وبالتالي فانيغوسي مباشرة معهم ونتفقوا على منهج على دفتر شروط جديد اللي حققنا واش حنا حابينه ويحقق لهم هما. ما تنساش الاخت اوني اون بوزيسيون دو فورس. لماذا؟ لان احنا غدوه في شهر جويليه ستفتح السوق الافريقيه المشتركه. هذو العلامات من مصلحتهم ان يجوا للجزائر باش ما يعاودوش يبداو من الصفر باش يبقوا في الجزائر يعاودوا يراجعوا سياستهم باش يخترقوا 53 دوله الافريقيه. أعتقد لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا وزير الصناعة ولا أي مسؤول في الدولة يسعى إلى غلق أي مصنع أو يؤدي إلى غلق أي منصب عام. لكن لابد يعاد النظر فيهم بشكل أنها تحقق الأهداف الكبرى للحكومة الجزائرية. طيب سيد جلالي كنا تحدثنا على قطاع الفلاحة يعني حسب المعطيات اللي مديتها يعني يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لماذا لا نتوجه إلى التصدير حتى لو نعرج فقط إلى برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص الشق الاقتصادي قال تطوير مناطق الجنوب في جميع المجالات سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية جعل مناطق الجنوب فاعلا رئيسيا في تقليص فاتورة الاستيراد وأيضا جعل الجنوب منطقة فلاحية وتطوير صناعات غذائية مثل الزيت والسكر توجه للتصدير وجعل ولاية أدرار منطقة عبور وتبادل حر مع إفريقيا في إطار مشروع يحتاج إلى عمل ومتابعة. شكرا بارك الله فيك قطاع التجارة. نعم بارك الله فيك نشكرك على هذا الموضوع الحساس. أولا فيما يخص الجنوب الكبير الجزائري اللي اليوم كما كان يقول الأستاذ الفاضل الفضائح اللي هدفت شفنا ناس تدول الآلاف والمئات الهكتارات غير مستغلة لمدة عقود من الزمن ديلاريتي داو القرارات داو العقود ولكن هذيك الأرض كيما داوها كيما راهي قاعدة. هذا عقار يعني كيما يقولك ستان سابوتاج ايكونوميك يعني في اسمه باللغة العربية سابوتاج ايكونوميك يعني تحطيم اقتصاد وقوة اقتصادية محطمة موقفة. اثنين إلا ماشي كاين بعض الناس كيداو القرارات سيداتي الفضيلة كيداو القرارات راحوا داو تولم عليها قروض من البنوك. إذا اليوم الرؤية واضحة نتاع السيد رئيس الجمهورية في البرنامج تاعو. الناس اللي دات الإجابة عن السؤال تاعك السيدة زهور. نعم. الناس اللي دات الأراضي في الجنوب الجزائري وما استغلتهاش لمدة سنوات راح تنقلع عليها. الناس اللي داو الأموال يرجعوهم. تبقى لنا حاجة واحدة أخرى اللي ما تكلمتيش عليها. الجنوب الجزائري هو اليوم عنده زوج خصوصيات عندنا فيه الماء وعندنا فيه التربة الشاسعة وعندنا حاجة اللي قليل الجزائريين يعرفوها أنه كل المنتوجات لأنه عمره ما نخدم معناتها لي سولفيارج كيف يسمون باللغة العربية التربة تاعها ناقية عندما نروحوا بهم حتى للمنافسات الدولية ولا للصحة الغذائية تاع الشعب تاعنا فهي ممتازة بيو. ولكن نروح لك العملية اللي أنا كنا تكلمنا عليها قبل وتكلم شار عليها الأستاذ ولكن نروح لك للخصوصية الفلاحية. يرحم والديك اليوم كي قلت لك باللي اليوم رأي قضية منظومة تشريعية ناقصة في الجزائر يعقل أنه اليوم الفلاح اللي يروح يديبونسي 100 مليار في البطاطا ولا في التشينة ولا في الدجاج ولا في أي منتوج أخر واحد أخر يروح يدير مليار في الحديد واللوح نهل نروح للضرائب عندهم نفس القانون الضريبي اللي يحكمهم أي عقل هذا؟
كل دول العالم دايره الضريبه الخصوصيه للقطاع الفلاحي. لا كانت اليوم حنا راهي عندنا مغالطه للشعب الجزائري. والسيد الرئيس انا نشكره نهار اللي عيطوا له التلفزيون الرسمي قال الفلاحين ما يخلصوش الضريبه في الوقت الحالي غير وين ما ندير لهم لا ميزانيفو. اليوم انا راني نشوف في بعض الادارات تاع الضرائب وماهوش اللوم تاع الضرائب انه كاين قوانين تعسفيه على حساب الفلاحين. الناس خسرت الاموال تاعها واليوم الزيد يجي بحكم القانون الحالي تاع الضريبه يعيطوا له. واليوم راهم الناس عين الدفله بومرداس سكيكدا عده ولايات متابعين من طرف اداره الضرائب في نفس القانون. نروح للقروض البنكيه الا الجزائر اللي عندها لي كريتير بانكير يعني الشروط باش تستفيد من قرض كيما يجي فلاح والخصوصيه تاعو يتعاملوا معاه بنفس المعامله كيما ان تاجر ان كوميرسون ولا صناعي. اذن على هذا الاساس اليوم انا باش نعطيك واحد التفاؤل كبير. اولا بوادر النجاح نتاع البرنامج الاقتصادي تاع السيد رئيس الجمهوريه راهو فيه يعني فيه الرؤيه تاع النجاح لعده اعتبارات. اولا واش قال هو؟ قالوا له منين تجيب الدراهم؟ يعني كيفاش اولا قال لهم انا نروح غراي عندي 20% تحصيل الضريبي تاع القديمه 80% ما خلصوهاش. قال انا نزيد الريكيبيري غير 20%. اثنين بدينا نقضي والدوله الجزائريه تقضي على لا سيرفاكتيراسيون. الاموال تاعنا سيداتي اللي خرجت للخارج ما خرجتش اللي كلا الجزائر. تضخيم الفواتير. تضخيم الفواتير. اثنين المشاريع هنا تسيبي باراج سد ولا قنطره ولا اوتوروت لو كان نروحوا ليفالياسيون الحقيقيه تاعها تضخيم في التكلفه تاع المشاريع. يعني عندما نولوا لهذو لي نور لا سيرفاكتيراسيون تروح نولوا للمقاييس الحقيقيه تاع المشاريع. والثالثة أننا أنا نقولها بكل نتأكد من نفسي نتاعي القطاع الفلاحي يكفي الشعب الجزائري الحاجيات نتاعو. عندنا زوج مواد ما نكذبش على الشعب. أو السيد وزير الفلاحة جزاه الله خير دار ورشة باش نعاودوا نديروا له بولفاسمو يعني نعاودوا نروحوا للبلي طوندر اللي هو ياكلوا الشعب الجزائري باش ننتجوا واش ناكلوا. كاين ورشة راهي تخدم في هذه النهارات. وأنا اليوم عندي نداء للسلطات العمومية وقلتها لواحد المسؤول ولا داعي لذكره قال لي باش نحب. قلت له طلع لي البليطوندر الفارينه اللي الشعب الجزائري ياكلها ب 450 الف كيما القنطار تاع القمح والله يا البابور ما يزيد يجيها من الخارج. اذا نمشيو لهذا التوجه وحده. اثنين رانا رايحين للصناعه التحويليه تاعنا احنا نضمنوها. طيب الصناعه التحويليه فاش نضمنوها؟ لانه القطاع الفلاحي ضامنين كل من طيب في هذه النقطه. في هذه النقطه ربما القطاع الفلاحي اليوم يجب أن يتطور، يجب أن يكون فيه العديد من نقاط جديدة حتى يكون بديل ربما. نعم. أنتم كرؤساء الغرف الفلاحية ماذا ستقدمون لهذا القطاع؟ صح بارك الله. هنا الدور تاع الهيئات المهنية في القطاع لأنه القطاع الفلاحي بارك الله فيك. القطاع الفلاحي كاين فيه زوج جهات، كاين لو بوفوار بيبليك السلطه العموميه اللي هي وزاره الفلاحه تمثل الحكومه، وكاين الهيئات المهنيه ولا النقابيه. انا كنت قلتها للاخت الزهور من قبل، قلت لها لابد اليوم من بعد 22 فبراير والتطور التوجه الجديد تاع السيد رئيس الجمهوريه ابعاد القطاع الفلاحي عن الامورات السياسيه. اليوم القطاع الفلاحي قطاع انتاج وما راناش مستعدين باش نروحوا نديروا كما درنا بكري قال احنا هاشعال ونمشوا مع فلان وقدروا عثمان. اليوم لابد من الرجوع الى القطاع الفلاحي بلي كريتير بروفيسيونيل. اختي انت تنتجي مليح ما كيش معايا لا في حزبي لا صاحبي لا صاحبك لا والو. ان اليوم المقاييس والقيم تبنى على الامور المهنيه. انا يا الفلاحين اليوم راني نتكلم ونعاود. اليوم الوقت اللي البطاطا راهم يبيعوا فيها باطل. اليوم اصحاب الدجاج راهم فلسوا واصحاب الحواميض فلسوا وعدة ما وصحاب والموالة الإخوة الموالة اللي نشكر السيد تبون الله يذكره بالخير كي طلع على البيض واش قال؟ قال كلام في الصميم. قال ما تخافوش راني اليوم نقلع عليكم الغبينة اللي الناس تدي في الشعير الكوطة اللي مدعومة من طرف الدولة ويدوا فيها ناس بزنازية والموالة مساكين ما يدوهاش ذاك الموال يشري فيها بربع. إذا اليوم هذه الغبينة اللي راهم فيها الفلاحين في ليزامبو في البونوك في
الانهيار تاع الاسعار تاع اليوم اصحاب اين هم الممثلين تاعنا؟ اكيد يعني كثير من التحديات اين هم لا انا نقولها لك بكل صراحه اختي القادمه ان شاء الله. فقط نظرا لضيق الوقت سيد جلالي استسمحك كلمه اخيره لسيد كمال رزيق فيما يخص تحديات يعني نشوفوا يعني بوادر حكومه تكنوقراطيه تعيين الوزير الاول هو استاذ علوم السياسيه وايضا اكاديمي وعنده خبره يعني في هذا المجال. شوف والله كل المؤشرات تقول بلي الجزائر الجديده ستكون نعمه على الجميع ان شاء الله. لماذا؟ لان الحمد لله يعني نحينا ذاك السيستم تاع الكوطا ونفس الاحزاب ونفس الوجوه يتم رسكلتها. يعني لو تلاحظي سنوات 20 سنه ثلاث شخصيات ولا اربعه هما رؤساء حكومه يتبادلوا. الان عندنا حكومه جديده ان شاء الله برئيس جديد مشهود له. انا كاستاذ جامعي مستحيل نقول شيء سيء على استاذ جامعي، بالعكس هو مفخر الجامعه الجزائريه. زيد على ذلك الاخت الكريمه، اذا عودت قريتي برنامج السيد الرئيس برنامج خضع كل ما كان يتكلم عليه الاخ وما كنت نتكلم عليه انا. لان لماذا؟ لانه هو كان داخل كرئيس حكومه، كان وزير، كان كذا، يعرف هذه الامور، يعرف التطلعات، بالاضافه هو الاقتصادي. يعني بكل صراحه لو الان يكون طاقم حكومي يجسد هذا البرنامج في الميدان بتضافر الجهود، انا نقول لك بعد 5 سنوات واذا كنا حيين نجول نفس هذه القناه وراح نقول لك باللي ما وعده الرئيس بان تحسين المستوى المعيشي وتحسين ظروف العمل سترينها بام اعينك باللي حقيقه وليس لان يعني الجزائر قلتها ونعاودها مش قضيه درهم، الجزائر قضيه رجال. كيكونوا رجال كل شيء تفتح. كي نقول رجال ما قصدش يعني رجال ونساء يعني لي دو اكيد ومواقف ايضا. شكرا لك سيد. أن تكون سنه شد الحزام إن شاء الله. يعني سنه تفاؤل لا اعتقد. شوفي صدقيني يعني كنت انا ننتظر يعني شوفي لن تكون سنه شد الحزام اعتقد، لان الدراهم كاين كي يسرقوا فيهم. راك تشوفي واحد القناع عنده 300 مليار واحد 800 واحد 1000 11 مليار دراهم كاين، لكن كانوا يسرقوا فيهم. دوك كي يكونوا ناس مخلصين دراهم كاين يروحوا للشعب، لان اللي يجرأ يروح يسرق يلقى روحه كيما شاف صحابه من قبل. لمن يعتبر. شكرا لك سيد كمال الزيت. شكرا لك سيد حاج علاليت. تفضل كلمه فقط في عجاله فقط. في عجاله. اولا احنا اولا باسم اخواننا الفلاحين احنا السيد قدير نتمنوا النجاح للسيد رئيس الجمهوريه والسيد الوزير الاول هذا بادره تاع خير، لانه راجل ثاني كان تقني يعني من بدينا نشوفوا في الجزائريين يكونوا مسؤولين اهل اختصاص واحده. وحنا كفلاحين انا نقولها نكونوا ساند للحكومه وساند للدوله الجزائريه وان شاء الله برب العالمين نتصرفوا الا بالامكانيات نتاعنا ونخرجوا بلادنا بشي اللي موجود ان شاء الله. شكرا لك سيد جلالي سيد كمال الزيت. شكرا لك يا ريم على فقط في هذا النقاش.